بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة أكلتنا عصير، هنشرب مشروب دافي للشتاء اللي هو حمص الشام، جميل خالص، وهنذكر فوائده في الفيديو، وهنعمله خطوة خطوة، جميل خالص، وهنحط عليه مادة تخليه يستوي بسرعة خالص. الوقت بعد ما غسلته بعد 12 ساعة وغيرت له المية خلال ال12 ساعة مرتين، غسلته وحطيت مية بتغلي، وحطيت نص كوب عصير طماطم مصفياه وبصلاية مقطعة ربع. كنت بصور بس ما تسجلتش الخطوة دي، خطوة بسيطة. بصلة كبيرة متقطعة ارباع ومية سخنة ونص كوب عصير طماطم مصفياه بعد ما اتعصر على النار، مولعة النار بقى عليها تغلي، وجنبيها حاطة مية تسخن عشان كل ما تنقص المية ازوده مية سخنة. ضروري انها تكون مية سخنة زي عملية تدميس الفول. ايه السبب بقى؟ ان هو لو حطينا مية باردة القشرة بتاعت الحمص هتطلع. الحمص ده ليه فوائد جامدة خالص، اهمها الوقاية من السرطان، ربنا يحفظنا جميعا. شايفين المية متغطية والمية كبيرة اعلى منه ازاي؟ وهيشرب المية دي كلها. مجهزة مية سخنة اصب، لما لازم متغطي كده. هو طبعا بيدفينا في الشتاء، وكويس جدا. من فوائده كمان انه بيقضي على الديدان المعوية، ومسكن قوي جدا جدا للآلام، وخاصة آلام الظهر. بينقي البشرة وبيحد من ظهور التجاعيد، وبيعالج مشاكل تساقط الشعر. الناس زمان كانت تاخد مية الحمص تغسل بيها شعرها عشان ما يقعش. بيقي من الإصابة بالسرطان، طبعا دي مهمة، دي أهم حاجة. وبيساعد في فترة النفاس اللي هي بعد الولادة، بينقي الدم المتبقي في الجسم. المهم يا حبايبي، هنسيب الكمون والفلفل لما يستوي خالص، والملح. يا حبايبي هضيف كربونات صوديوم ربع معلقة بس، ووطي النار عشان بتخليه يستوي على طول، بيخلي الحمص يستوي على طول. بس نوطي النار عشان نشوفه بيفور. بعد كده خلاص، بعد كده ممكن نعليها. بس الحمص استوى بعد ما ضفنا عليه الكمون والملح وفلفل اسود، وهنا في شطة وليمون بنضيف وبنزود على حسب الرغبة. وهو استوى بقى جميل خالص، اهو بقى مستوي جميل خالص. الربع معلقة اللي هي الكربونات بتسويه جدا وبتخليه حلو خالص. جربوه، فوائده حلوة احنا ذكرناها. واشوفكم بخير، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا معنا في القناة. والى اللقاء، اشوفكم بخير دايما وعلى خير.